طاكسي الخير طلع شي بالضحية مديقي سيخ انا برو فوق اللحية ليقو برو بارتو في كل ناحية هدي طريق الخير والناس هتحيا رمضان جانا خير وبركة فرحة دمعة ضحكة وبكة رفق ورفقة في كل موقف حرمة رحمة وضعيف يوقف حب معاونا اليد في اليد كما كان الجد والجد لدي زاد لا حسد كي زمان كل يوم ربي شهد يلا اكتيفي شارك الدير للشروق تيفي في طريق الخير ديجان يخطوا للحرقة في وسط طاكسي الخير يا درا كيفاه راح يكون موقف المواطن الجزائري للشروق تيفي في طريق الخير يا اخو تكذب علي ماك نعم خويا راح ينتحرقوا انتوما نعم خا وتكذب عليك دولة عطيني دراهم نخدم بهم وحتعرق عندها بيناش تخلق عزيزي شو قول لها يا أخو نقلقها يا أخو عندها كبيرة عندها لطن خاف علي ماك يا أخو إيه شو قول لها مستقبل تاعك شو قولي خاف عليه صراحة يا أخو أنا ننصحك يا أخو عندك ربي رزقك صغير ما تخافش عندك مستقبل ليه ما كان ولدي رحت انت عمو أنا ولدي متبازو أنا ولدي متبازو هاتو كيفا وأنا ما نروحش عمو خلني أحكي كيف أهنا كان ما حرقوش ولدي هارا راح بورقهم كيفاش عمي؟ ولدي ما حرقوش بحر واعر ولدي واعر لقيتك شدين عمو بحر واعر ولدي والبلاد هذه تاني وعلى المعيشة ماشي كما البحر لا يحكمك في الأرض اللي هي كان مهول عمود فاضل يقدر يموت ها؟ نعم؟ يقدر يموت ايش معنى العين؟ أنا كنت راه بكريبة شري كما قل لك بي وطعف البابور كارتون ديتي وطلع وذوك اللي كنت تقول لي هم ولدي تما وبنتي تما وما نروحش طلع انتم معكم سنوات وسنوات صغيرة طفلة 43 سنة هاي مبارك صح مدهروش البوطي هذا طعم الريسك والحركة بوطي الريسك الريسك كبير ما لقيت بيها وين عمو قال لك ريسك كبير اسمع هنا اجري من الصحراء ومنها تلقى خدمة هي كان هذا برك مليحة صح لو كنت تلقى خدمة دوك هنا تلقى خدمة 60 أورو في النهار تعيش علاش ماكلة باطل تروح تشري دجاجة محمرة بستين أورو أكمال معيش ليه باطل وتخبي وكذا سعيد ماشي كاع الناس ربيات لهم زهرت غربة صعيبة وليد ماكاش حاجة واعرة كيما الغربة ما عندك عمك ما عندك خالك رايح هكذاك بلاد على باب ربي ومخلي يما واحد كي ندير تاويل نجيب لها ونقولوا طحت يماك مريض هنا كيف ادير ما ما يجيش كيفاش يمشي واه يولي يبكي باش يحب يدخل بلاده يولي يبكي يبكي شوف راه بلا سي تعيش في الغربه راسي ضرب شرف عنابه غربة هنا في بلادك كي تزاقان عشي حكم تراور ولا كارور وكي تروح يمو الكار تقولوا ما عنديش يقول كطلع بس عليك كي تروح تقولوا ما عنديش حتى تلقى قدام لا بويس عمو احنا في جزائر انا ما عندكش ماشي ما عنديش قاع ما عندك والو عندك صحتك الحمد لله مو بوس كيما انت واش خصك ما بلي عندي صحتي عمو ما لا والو كل غير الناس اللي حرقوا ليدي شرف يقوموا في الطريق ماتوا مين السهل الزيل هذا ما فهمت شكون الزيل هذا اللي حرقوا واحد في المية ليسلك ما لا بس بيهم قلت واحد في المية ليسلك لا شو قلت ما نجيبش ما تعندليش وليدي 75 سنة
خلاص صح تنصح فيه تاك شفت الدنيا اكثر منه بلادك خير من ما تكون شفته وكثر انت تطبع الباب في داركم كنت تدخل ترقد ما كانش يقول لك نوض صح بلاد العدل عمو شير بلاد العدل ليهم ماشي لينا انا كي نروح له حارك اسمع اللي دخل بلاد ويقول ايه راه بحارك قلت انا 90 مليون يروح ويعمل ايش وبعد يتمرمد قلت لي ماهوش عايشين ما هي تسنى في ليه وراها الميزيريه تسمى مين؟ هو رايح هو وزارو يخلص ويزيد يروح الميزيري لازم يتميزر شويه يتميزر يرقد برا يهرب خاطر لو كان عنده دار اللي وراح ليها سبيسيال بالك معليش بالك ينجم يرقد يدوش رايح هكذاك انا حيرني غير كذب على امه قالها اعطيني شويه درهم ندير مشروع هو راح يحرق لازم ما عندوش هو لازم يوجد مستعيد باش يروح ايه بصح فهمت شنو ماشي المشكل من بعد كي تحكي تعاود تولي ما تقوليش ما يقدرش يولي هاي بعد كي تولي تولي الحرس الحبس الحبس ديالك بابا هذا ريسك هذا ولو كان يحكمك بالبوطين هي اكمايا بالحراج ديركت حتى ليه يديك من ديرك ديركت حيجيبوك ويبرزونتك باركي ويبتبعتك الحراج حيروح لهلك بيدو بصوارك بصوارك وين فهمت شان بعتك الحراج وصديبون عجيب عامين صديبون كل سنين صديبون توخط مواليك وما تشوش الغربة بيدو لها كاين خدمة في البلاد كاين كلش كاين كاين تعرفي كاع كاين دوكا دارايك الانسان يصبر انا دبير بدون حاجة مليحة عندكم داركم ما الحمد لله ما خصك والو تدخل تنحي السروة ترمي ليا كاين لي يغسلوك احنا تقول لي يغسلوك سروالك صح اللي هي انا نطلب لكم حاجه وليدي انا حاجه اللي طلبها لكم واختار اللي حقت انا وانتم تكلموا كل حاجه بر في الدنيا هذه على حسب ما شفت انا نطلب كل يوم تكون عندكم الصحه صح ان شاء الله عم ادعي لنا دعاء بالخير بركة الله طلبوا تكون عندكم الصحه طلبوا تاني كاش عديني كاش عديني كرهوكم يبعدوكم ان شاء الله كاين ناس موجودة غير منكم أحبونا أي ما أحبكمش أنتم ديرونش في بالكم كأحبك الناس الصحة وربي بعد عليكم العديان إن شاء الله دعوا علي دار طلانيت كنت لهم أنا على دعاء الله فيك أكتو أنا اللي مريت ربي شافيك شافيك كل ما عندي جلالي دراري لي أولاني قوليت أنا قالوا لي أنك تعوم لك نحوم لك سلام الله عارفين في الدورة خير بدي بس هنا كي ما تحب تحب هنا راح استاسيون وخيف ما نلقاش من هنا استاسيون من هنا باش نلقى من هنا من هنا تحبس نلقى وين نحط تلقى الناس اللي طلعوا كاع هاي خلاص دوك نحط دوك ندور من هنا بابا انا واش حبيت نقول لك انا انت راه كنت معنا في الشروق قناة الشروق تجربة اجتماعية وراك نصحت للخير بارك الله فيك بارك الله فيك بارك الله فيك ووصلناك كورسة من عند الشروق هذه لا ما انا احنا خدمتك كي تنصحهم كي نصحتهم بالخير للشروق تي في في طريق الخير الحاج واش تماك الله انا واش مني سعيد ربي يحفظك عمي سعيد وربي يحفظ لك وليداتك في الغربة ان شاء الله صحيح كيف نصحت الشباب هذا ما نصحتهمش هدرت بنيتي ما نصحتهمش وما عملي راكبين ما فرايحين وانا ركبت فرحتوا بيا كي ركبت وبارك الله فيكم انا نقول له زيد ما نقولش لهادو سمعوني قلت انا نقول الناس كاع اللي هاد الناس اللي ما يحبوا يروحوا للغربه ويخلوا والديهم هكذا غلطين ما كاين والو لهي كاين والو ما كاش كيما بلادو يدخل دارهم يلقى الماكله قصو كيسكن يغسله له لهي ما كاين والو ربي يحفظ الحاجه نقول لهم صحه رمضانكم نقول لكم صحه رمضانكم وربي يكون معكم ربي يحفظك ورمضان ان شاء الله يجيب خير ومعه
طاكسي الخير طلع شي بضحية مديقي سيخ انا برو فوق اللحية ليقو برو بارتو في كل ناحية هدي طريق الخير والناس هتحيا رمضان جانا خير وبركة فرحة دمعة ضحكة وبكة رفقة في كل موقف حرمة رحمة وضعيف يوقف